في هذا العالم أصبح العدو أقرب لنا مما كنا نعتقد، وبات الصديق يعرف نقاط قوتنا وضعفنا أكثر مما نعرفها نحن، فلا شيء بات من الصعب إخفاؤه في هذا العصر، وكلنا مراقب على حسب خطورته، من أول رئيس الدولة إلى الموظف البسيط، وحتى أنت بالتأكيد تتم مراقبتك دون أن تشعر، وبالطبع هم يعرفون عما تبحث وماذا تخفي عن أعين الناس، فهم ببساطة عيونهم لا تتوقف عن مراقبتك، وستار الخفية لن يفضحهم، فهم ببساطة ملوك اللعبة ووزراؤها وحصانها الأسود، وأنت فقط عسكري لا وزن له. فيا ترى من هؤلاء وكيف يعرفون كل شيء عن أي شخص يريدونه؟ وما هي الاستخبارات وكيف تطورت عبر العصور المختلفة؟ وكيف تؤثر الاستخبارات على حسم الحرب قبل حتى أن تبدأ؟ ستعرفون إجابة تلك الأسئلة من خلال متابعتكم لنهاية هذا الفيديو. لكن قبل البدء، المرجو للاشتراك في قناة غموض وحقائق وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. هذا الفيديو برعاية youtubelink.com، مساندكم المجاني لقناة يوتيوب ناجحة. كان لزاما على الإنسان البدائي الأول أن يتحرك كثيرا هربا من الأعداء والمفترسين، وبحثا عن الطعام والأرض الآمنة، فكان يعتمد على إرسال أفراد قبيلته أو عشيرته في الأرض حتى يقوموا بالاستطلاع عن أكثر الأماكن الصالحة للعيش الآمن. وأيضا خلال سعيه لقتل فريسته لم يكن متسرعا حتى في تلك العملية، لا، كان يقف ويراقب فريسته وينظر إلى سلوكها وكيف تتصرف حينما يقترب من شيء، وبذلك كانت تتضح له عواقب الاقتراب من تلك الفريسة، وينظر هل هناك مفترسا آخر في الجوار ينتظر اللحظة المناسبة لينقض فيها على فريسته، أم هو المفترس الوحيد في المكان. وكان يفعل ذلك حتى لا يتحول من مفترس إلى فريسة، وحينما يتأكد من أن كل شيء قد تم حسابه والأمر في صالحه، كان ينقض على فريسته بضربة واحدة ينتهي بها كل شيء. وهنا كانت تبرز أهمية الاستطلاع قبل الإقدام على أي شيء، وظل الإنسان البدائي الأول يستخدم هذا الأسلوب كل شيء، الاستطلاع أولا ثم التنفيذ لاحقا، وهذا ما يعرف بالجاسوسية، أي أن الجاسوسية تعتبر ثاني أقدم وظيفة في التاريخ، ولم تكن مهمة الاستطلاع توكل لأي فرد في المجموعة، بل كان يتكلف بها الأفراد الذين لديهم القدرة على تحقيق الأمان من الأعداء والمفترسين لباقي المجموعة، فكان أشخاص بعينهم هم من يقوموا بتلك المهمة، ولم ينحصر دور هؤلاء الجواسيس على البحث عن أفضل مكان للعيش فقط، بل أيضا عندما يتحتم عليهم مواجهة مجموعات بشرية أخرى، كانوا يخرجون لجمع أكبر عدد من المعلومات عن العدو، مثل قوته وعدد أفراده ونقاط قوته وضعفه، فكانوا يحسمون نصف الانتصار في تلك المجموعة من خلال الاستطلاع والتجسس فقط، ومنها يعرفون كيف يتغلبون على هذا العدو. ومع مرور الوقت أصبح للاستطلاع والجاسوسية مراكز معينة بأسماء مختلفة في كل عصر، ولكن الهدف كان واحدا وهو العمل الاستخباراتي. وتتحدث بعض الوثائق أن الفراعنة هم أول من نظم العمل الاستخباراتي قبل 5200 عام، فهناك وثيقة أفادت أن الملك تحتمس الثالث أمر قائد الجيش أن يرسل مجموعة من جنودهم إلى مدينة يافا، ولكن بداخل أكياس القمح، وبمجرد الدخول إلى المدينة المحصنة بالأسوار العالية ينتشر الجنود بين الناس لنشر الشائعات عن هروب حماتهم وقرب احتلال المدينة، بالإضافة إلى نشوء حروب داخلية بين الحين والآخر، وذلك قبل فتح أبواب المدينة من الداخل للجيش القادم لاحتلال المدينة، أي أن مهمة هؤلاء الجنود ليست الانخراط في القتال، بل تسهيل دخول الجيش من خلال هزم الأعداء نفسيا أولا. وتلك القصة تشبه أسطورة حسان طروادة، وهي بالفعل أسطورة لأن التاريخ لم يؤكدها، ولكن تدور أحداث تلك الأسطورة عن أن الإغريق بعدما حاصروا مدينة طروادة لسنوات وبات احتلالها أمرا مستحيلا، قرروا أن يرسلوا بعض جواسيسهم إلى حاكم المدينة لإقناعه بقبول الهدية التي أرسلها الإغريق اعترافا منهم بالهزيمة، وتلك الهدية بمثابة عربون سلم بين الإغريق ومدينة طروادة. وكانت الهدية عبارة عن حصان خشبي مجوف بداخل جنود الإغريق، وكان الجاسوس سينون تمكن من إقناع أهالي المدينة أنه فارغ من الداخل، فبدأ السكان بإعلان الفوز على الإغريق، وعندما انتهوا من أفراحهم واحتفالهم بنصرهم المزعوم وآوى كل منهم إلى بيته،
خرج الجنود من داخل الحصان الخشبي أثاء الليل وفتحوا أبواب المدينة من الداخل ليدخل الجيش بعدده الكامل إلى المدينة ليحتلوها ويقتلوا أهلها. والآن تظهر تلك القصص عن أن العقل الاستخباراتي موجود لدى الإنسان منذ الأزل، وأصبحت فكرة حصان طروادة تنتقل عبر العصور المختلفة بطرق مختلفة، ولكن ظل الهدف واحدا، فكانت كل حرب لا تخلو من العيون التي ترسل إلى أرض العدو في خفاء وتعمل في صمت وإرسال المزيد من الجواسيس ليجمعوا المعلومات المفصلة عن العدو من خلف خطوطه. ونرى أيضا الأديان المختلفة تشدد على ضرورة الاستخبارات لحسم المعركة، فقد رأينا في التوراة في الإصحاح 13 في سفر الملوك إلى أن موسى عليه السلام حينما خرج من مصر قد جمع 70 رجلا ليقوموا بالاستطلاع على أرض الكنعانيين ليعرفوا مدى خصوبة أرضها وقوة شعبها، فرجعوا إلى موسى وأخبروه أنها أرض خصبة ورجالها ضخام أقوياء. وأيضا سنجد في القرآن الكريم قصة نبي الله سليمان الذي اعتمد على الأخبار التي أتى بها الهدهد عن مملكة سبأ، فهذا أيضا يعتبر عمل استخباراتي، وقد تصرف نبي الله سليمان بطريقة صحيحة مع المعلومات التي أتى بها الهدهد ونتج عنه نتائج صائبة. وأيضا بالرجوع إلى عصر صدر الإسلام نرى أن الصحابة كان يتم إرسالهم إلى معسكرات العدو ليجمعوا المعلومات عنهم، ويعود الفضل إلى عمر بن الخطاب في وضع أسس النظام الاستخباراتي من خلال التوسع في عمل العيون أو ما يسمون بالجواسيس، حيث كان الجواسيس ينظرون إلى حال المدن قبل فتحها، فقام عمر بإسناد مهمة مراقبة تلك المدن حتى بعد فتحها ليجمعوا أحوال الولاة والناس. وفي عهد الدولة الأموية ظهر أول جهاز استخبارات منظم، بحيث كان يتكون من رئيس الخبر والرقيب والعيون، والذي كان يجمع المعلومات بطريقة منظمة ليسلمها رئيس الخبر إلى الحاكم بدقة. واعتمد خلفاء بني أمية على نشر الجواسيس في كل مكان والعمل على نقل المعلومات من العيون إلى صاحب الخبر بدقة وبسرعة كبيرة. وقد عمل العباسيون في تخفي لسنوات كثيرة حتى استطاعوا الإطاحة بآخر الملوك الأمويين، وأصبح في عهد العباسي صاحب الخبر من أقرب الأشخاص للملك. وكانت أول مهام الجواسيس العباسيين هي معرفة أماكن الأمويين ونقلها للمركز الاستخباراتي ليتولى هو الباقي، وأيضا كانوا ينقلون أحكام القضاة ومقدار ما يدخل لبيت المال وسعر كل سلعة تباع وتشترى، بالإضافة إلى نقل كل حرف يدور بين الناس سواء كان حقيقة أم لا. ولم يتوقف العمل الاستخباراتي على الداخل فحسب، بل أيضا توسع المركز الاستخباراتي ليشمل الرحالة والبحارة والتجار لينقلوا الأخبار من الخارج. ونظرا لحرص العباسيين على الحصول على المعلومات بشكل صحيح، فقد حرصوا على ألا يعرف الجواسيس بعضهم البعض. وبالعودة إلى الحاضر، فنرى أن معظم الدول العربية تمتلك أجهزة استخباراتية لا تبرع في التجسس الخارجي، باستثناء مصر التي كونت جهاز مخابرات قوية استطاع معرفة نوع الأثاث المستخدم في غرفة نوم الرئيس الأمريكي جو بايدن. ولعل أشهر الجواسيس التابعين لجهاز الاستخبارات المصري نتجت شهرتهم من العمل في إسرائيل، وذلك لأن العلاقة بين مصر والكيان الصهيوني لا تميل إلى السلم أبدا. وفي أوائل القرن الحادي والعشرين، ومع تطور التقنيات المستخدمة في جمع المعلومات والتطور الهائل الذي وصل إليه الذكاء الاصطناعي، أصبح الإنسان مراقب طوال الوقت، فالأقمار الصناعية التي تدور حول الأرض ووسائل التواصل الاجتماعي التي يستخدمها مليارات الأشخاص حول العالم بما فيهم الحكومات والرؤساء، كل تلك الطرق تستخدمها أجهزة الاستخبارات لكي تجمع المزيد والمزيد من المعلومات عن الصديق والعدو. فالتطور التكنولوجي الهائل الذي ظهر في القرن الحادي والعشرين ساعد في نقل العمل الاستخباراتي إلى مستوى متقدم من الاحترافية ومعالجة البيانات، فبدأت أجهزة الاستخبارات بالاستعانة بكاميرات وأجهزة تنصت أكثر تقدما، واستطاعت ربط تلك الأدوات بأجهزات حوسبة وتحليل يمكنها الوصول إلى نتائج أفضل من الجواسيس البشر، أي أن التكنولوجيا ساعدت أجهزة الاستخبارات في جمع معلومات أكبر بكثير ولديها القدرة على تحليلها، وأيضا يمكنها اتخاذ إجراءات استخباراتية. فالأمر بات يتعلق بالأمن القومي، فكل شخص مراقب ويراقب حتى يساوم من هم أقوى منها على المعلومات التي بحوزته، وأيضا في دراسة العدو ومعرفة الخطوة القادمة التي يسعى إليها للوقوف على أهم نقاط القوة والضعف لدينا ولدى العدو. أصبحت تطبيقات الإنترنت ووسائل والفيروسات بمثابة جواسيس تعمل 24 ساعة تنقل من خلالها أدق المعلومات عن العدو،
بالإضافة إلى الطائرات المسيرة والأقمار الصناعية التي تنقل كما هائلا من المعلومات يعجز العقل البشري حتى عن فهمه قبل معالجته. أصبح تطور الذكاء الاصطناعي أمرا حتميا لمن كان يريد أن تكون له اليد العليا في العمليات الاستخباراتية. وفي القرن 21 أصبحت المؤسسات الاستخبارية نفسها هي أهداف لأجهزة استخباراتية أخرى، فالكل مراقب من الفضاء والهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي، فالوضع بات أهم مما تعتقد، فالمعلومات والبيانات باتت أهم سلعة في المستقبل. والآن أخبرنا برأيك، هل حقا ترى أمن المعلومات وتطور وسائل الحصول عليها بات أمرا ختميا على الدول، أم أن الأمر لا يمثل أهمية في حسم الحروب والمعارك؟ أخبرنا برأيك، ولا تنسى متابعة قناة غموض وحقائق على منصات التواصل الاجتماعي، وأخبرنا برأيك واقتراحاتك. إذا أعجبك الفيديو لا تبخل علينا بالاشتراك وتفعيل الجرس.